هلا صار وقت نحضر مع بعض فطاير مسكره. يعني لما اقول مسكره بتحتوي على نسبه معتدله من السكر لحتى نكون عم ناخذها كوجبه فطور وشوي نغير عن وجبه الفطور اللي نحن متعودين عليها. وفي كثير اشخاص يمكن بيزهقوا من وجبات الفطور اللي بيتناولوها كل يوم، فمنحضر مع بعض طبق جديد. خلونا نشوف المقادير لتحضير هالفطاير. نحن بحاجه لكوب لبن خالي الدسم، نص كوب سكر فاكهة، ربع كوب زيت نباتي، رشة ملح صغيرة، معلقة صغيرة فانيليا، معلقة كبيرة خميرة، 2 كوب دقيق أبيض، كوب ونص دقيق قمحة، وبحاجة لعسل أبيض ورقائق اللوز. هيدي هي المقادير ورح نبتدي على طول بالتحضير. رح ابتدي بالمواد السائلة، يعني رح حط اللبن اللي هو خالي الدسم. طبعا دايما لما نكون عم نشتغل وعم نحضر حلويات تحتوي على لبن بدنا نجرب قد ما فينا ننقل ونستبدل اللبن كامل الدسم بلبن خالي الدسم. حطيت من بعدهم الزيت ورح ارجع احط لك هنا هيدي المواد السائله حطيناها. رح ارجع احط الخميره مع المواد السائلة وانتقل للدقيق. طبعا اذا بدنا نحكي عن الدقيق مثل ما كمان كتار منكم تعودوا علي، بقسم كمية الدقيق، بحط الدقيق الابيض بنص تقريبا نص الكمية او اكتر شوي، والكمية الباقية بتكون دقيق قمحة كاملة. صدقوني ولا الطعم ولا الشكل بيتغير، يعني قد ما فيكم دخلوا الدقيق القمحة كاملة عندكم بالبيت استعملوه مع الدقيق الأبيض. مش عم بقلكم توقفوا استعمال الدقيق الأبيض، بس استعملوه مع الدقيق الأبيض حتى شوي تستفيدوا من الفوائد الغذائية تبع الدقيق القمحة كاملة. طبعا هلا رح أعجنهم بإيدي، بس قبل رح أحط كل المقادير. حطيت السكر، بعد عندي الفانيليا ورشة ملح كتير صغيرة، يعني تقريبا ربع معلقة. لما نقول رشة يعني أقل من نص معلقة. خلونا نشوف نشيل الأطباق اللي اشتغلنا فيها، ورح أترك على جنب العسل ورقائق اللوز. هلا بتشوفوا بالآخر شو رح أعمل فيهم. وطبعا هون عندي عجينة جاهزة، لأنه العجينة من بعد ما هلا أعجنا بدها تتخمر، بدنا نتركها لحتى تتخمر. رح آخذ جوانتي واعجن بايدي وخلوا عندكم حدكم دايما على ايدكم، خلوا لبن زياده حسب انتوا عم تعجنوا شو حسيتوا. اذا حسيتوا انه العجينه بعد بدها شويه سوائل ممكن نزيد. ليش؟ لانه لما نكون عم نشتغل بدقيق القمحه، دقيق القمحه بيكون فيه القشر، فهون نحن رح نكون بالوصفة بحاجة لشوية سوائل أكتر، لأنه الدقيق القمحة مثل ما قلت لكم تطلع شوية العجينة أسمك، فلا نطريها ولا حتى نخلطها صح، بحاجة لشوية سوائل أكتر. مثل ما هلأ رح زيد شوية لبن تدريجيا، طبعا بالآخر اللبن يعني تاني كمية لبن منحطها تدريجيا ومنعجن لحتى يصير في عنا بالآخر عجينة متماسكة. رح زيد بعد شوية لبن. هلأ هيدي العجينة اللي أنا عم بعجنها رح نرجع نحط من بعد ما تصير عجينة متماسكة، فرجيكم كيف بده يطلع شكلها بالآخر. رح نحطها على جنب، نتركها تتخمر، ورح نشتغل بالعجينة التانية اللي أنا محضرتها من مبارح. خمرتها وحطيتها بالثلاجة. هلا نحن بفصل الصيف، طبعا بطبيعة الحال ما فينا نترك شيء برا الثلاجة حتى لو كان عجينة. حطيتها بالثلاجة وشلتها الصبح بكير حتى اقدر اشتغل فيها هون معكم. هيدي العجينة مثل ما قلنا رح نتركها تتخمر، حطها على جنب. وعندي هون العجينة الثانية
وراح اخذ صينيه لحتى نعمل هالعجينه. رح نعملها على شكل كور. رح نعملها على شكل كور ونحطها بقالب الصينيه. لكن مع اتصال. مساء الخير مدام جيهان. صباح الخير. صباح النور. الحمد لله على السلامة. مرسي، الله يسلمك، مرسي. مبروك. تسلمي لي، مرسي مرسي. ربنا يكملكم على خير إن شاء الله. تسلمي، وإن شاء الله يكون البرنامج على ذوقك يا مدام جيهان. جميل، أنت منورة التلفزيون. حبيبتي. الله يخليك، يلا مبروك، مع السلامة. مرسي على اتصالك يا مدام جيهان. لكن هيدي العجينة بس حبة فرجيكم كيف حلو تكون عم تاخد وتعطي معكم، يعني هلا الكاميرا أكيد رح تعطينا إياها حتى تكونوا أكيدين إنه عجينة صالحة أو حلوة أو رح تعطينا نتيجة حلوة. لازم هيك تكون بالإيد عم بتروح وتجي مظبوط، تكون سهلة التعامل يعني. ميرسي يا أستاذ طلعت. لكن رح ناخد قطع ورح نكورهم، كتير سهل طريقة التحضير من بعد ما نكون عجنا. وهيدي العجينة فيها دقيق قمحة كمان، يعني في كتار بيفكروا لما نشتغل بدقيق قمحة يمكن العجينة تطلع سميكة أو قاسية، مش مزبوط. منزيد مثل ما عملت أنا، منزيد شوي كمية السوائل إن كان لبن ولا مي حسب العجينة اللي عم نحضرها، وبيمشي الحال وبتطلع عجينة كتير حلوة مثل العجينة اللي هلأ عم بشتغل فيها. لكن انا هون رح اعمل بس اربع اقراص. انتو عندكم بالبيت اذا عملتوا العجينه وخمرتوها ساعتين، ترجعوا من بعد ما تعملوا الاقراص قبل ما تحطوهم بالفرن تركوهم يرتاحوا نص ساعه، لكن بتخلوا العجينه تتخمر ساعتين وبتتركوهم يرتاحوا نص ساعه لانه بعد رح يرجعوا يرفخوا كمان، ترجعوا تحطوهم بالفرن. بس انا رح احطها هلا بالفرن لانه العجينه اصلا مثل ما قلت لكم انا محضرتها من امبارح ومخمره، تخمرت كثير منيح. هلا هيدا الطبق اللي قدامكم عامله انا الاقراص ومجهزتها تارجع فرجيكم كيف بده يطلع شكلها بالاخر، وفي عندي اقراص جاهزه وتاركه اقراص لحتى اجهزها معكم. شو اللي بدنا نجهز فيه؟ رح ناخذ من بعد ما نكون حطيناها بالفرن على اكيد الفرن حامي من قبل بوقت ودرجه حراره 180، بنولع من فوق ومن تحت، ممكن بالاول نولع من تحت بس واخر خمس دقائق نولع من فوق حتى يطلع هذا اللون الحلو من فوق اللي بشهي كثير. من بعد ما نشيلها من الفرن نتركها شوي لتبرد، وعندي العسل واللوز هون بفرشه صغيره. اللي رح نعمله هو رح ندهن وجه الفطيرة بالعسل ونرجع نلزق عليها اللوز. انا هون عم بستعمل اللوز اللي هن رقائق اللوز، يعني اللوز الرفيعين كتير بتلاقون باي سوبر ماركت، كتير سهل تلاقون، يعني مش اللوز الحبة السليمة بالسوبر ماركت، يمكن عند العطار كتير موجودين يعني. و هلا طبعا العسل رح ينشف وهيك بتكونوا زدتوا عسل ولوز على الفطاير. مدام سميه مساء الخير. النور يا كريس، الحمد لله على السلامة. مرسي مرسي، الله يسلمك. عم بتتابعيني؟ اه تمام. الحلو الديكور حلو، الرجوع حلو ليكي، الحمد لله على السلامة. مرسي، تسلمي. وانا كثير بنبسط لما تحكيني بالتليفون ولما كل اللي بكونوا عم بيشوفوني كمان يحكوني بالتليفون ويعطوني رأيهم بالبرنامج وبديكور البرنامج الجديد. اه لا جميل، حلو ما شاء حلو. الله حلو. بدنا نشكر كل اللي قاموا بالديكور الحلو والقناة طبعا. اه كنت اقول لك بالنسبه للسلطه البقوليات اللي انت هتعمليها. اوكي. انا لما باكل بقوليات بتاثر الفوليك اسيد عندي بيتعب رجليا. الفوليك اسيد؟ آه. الفوليك اسيد او اليوريك اسيد. يعني. يوريك اسيد، يوريك اسيد. آه. البقوليات ما بتحتوي على
يعني اليوريك اسيد اللي بيحتوي اللي موجود بالبقوليات ما كثير بيعلي نسبه اليوريك اسيد بالجسم. لا انا بيتعبني اول ما باكل الفول المدمس او الحمص او الفاصوليا الثلاثه. شو بيصير عندك عوارض؟ بيحصل معايا ثقل ورجليا الاقيها متحجره من تحت توجعني لما تاكلي لحمه. مش قادره ادوس عليها لما هي نفسها. نعم. برضه لكن عندك يوريك اسيد عالي ولازم تعملي تحاليل ولازم تاخدي دواء لانه عاده باخد بس لما لو كلتها تتعبني على طول حتى مع الدواء. بدك تشربي مي كتير كتير لانه اكثر حل لحتى نتخلص من اليوريك اسيد بالجسم او اللي هو يعني اللي بيوصلنا لحاله النقرس للاشخاص اللي عم يحضرونا اكثر شيء ممكن يكون عم بيساعدنا هو شرب المي وشرب السوائل ممكن سوائل دافيه كمان مثل البيبونج مثل اليانسون بيساعدوا كثير تيظهروا هالمواد اللي هي بتجي نتيجه عن البروتينات اللي بتكون موجوده عاده بس اكثر بتكون هي هالبروتينات من المصادر الحيوانيه مشان هيك عم بقول لك يمكن البقوليات اقل شوي اصلا يا مدام سميه. طبعا بالحلقات الجايه عندنا مواضيع كثير ومنها موضوع اليوريك اسيد والنقرس وكيف فينا نحله وشو الاكل اللي نبتعد عنه فلذلك عم بتتابعيني لانه عندي كثير معلومات اعطيك اياها انا على طول بتابعك يا كريس. تسلميلي وانا منبسط فيك. ميرسي الله يسلمك. لكن هلا اللي قدامنا طبق جاهز للفطاير المسكره لوجبه فطور كثير صحيه ومختلفه. خلينا ناخذ فاصل، بعد الفاصل رح نرجع نحكي عن الكولون العصبي ومشاكله والمأكولات اللي هي رح تساعدنا نتخلص منه او نخفف عوارضه ورح نعمل مع بعض سلطه البقوليات. بريك ونرجع.